في تغريدات عبر حسابه بتويتر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشيرا إلى أن الإحالة جاءت بجهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي ومتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي. وأضاف الصالح أن إحالة ملف الشهادات المزورة إلى النيابة العامة هو استكمال للإحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.